بات من الممكن اليوم لزوار البيت الأبيض الدخول لغرفة السينما التي يستخدمها رؤساء الولايات المتحدة لمشاهدة أفلامهم المفضلة، حيث بادرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب باتخاذ القرار، وذلك ليتعرف الزوار على تاريخ البيت الأبيض وتقاليده الذي وصفته بالغني. ومنذ فترة الرئيس آيزنهاور وحتى الرئيس الحالي ترامب، شاهد الرؤساء المتعاقبون مجموعة من الأفلام التي سجلت حضورا لافتا في تاريخ هوليوود. جيمي كارتر شاهد في هذه الغرفة فيلم All the President's Men الذي يكشف عن أكبر قضية فساد شهدتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس نيكسون، وهي فضيحة ووترغيت. نيكسون الذي دفعت به الفضيحة إلى الاستقالة كان هو الآخر من محبي الأفلام الغنائية الاستعراضية. الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وخلال أعياد ميلاده كان يحب مشاهدة الأفلام التي مثلها برفقة زوجته نانسي. جورج دبليو بوش كان يفضل الأفلام الكوميدية، ومن أبرزها سلسلة أفلام أوستن باورز. فيما شهدت غرفة السينما خلال فترة أوباما عرض فيلم To Kill a Mockingbird، وذلك في الذكرى 50 من عرض الفيلم، فيما كان فيلم الأنيميشن Finding Dory أول فيلم يعرض في البيت الأبيض في عهد ترامب. I remembered something. That's not possible. Is it? Okay. Is it like a picture in your head? And then you think I've seen this before?